اليوم عم نقول طلع عدل بانه عازمين اردوغان اليوم على مطعم طيبه بمناسبه النصر والفوز. الف مبروك للشعب التركي، الف مبروك. عم بيعيشوا الحريه، عم بيعيشوا الديمقراطيه، عم بيتنفسوا الحريه، الشيء اللي نحن انحرمنا منه اكثر من 40 سنه. اليوم تركيا عم تثبت للعالم والشعب التركي عم يثبت للعالم انه هو اهل لهذا الموقف، واردوغان حسم الجدل وحسم الانتخابات بجداره. وبنقول له الف مبروك، الف مبروك الشعب التركي انك عم تنفس الحريه وعم بتعيش الشيء اللي نحن انحرمنا منه 40 سنه. نتمنى نحن الشعب السوري انه نعيش هاي الاجواء، وبنقول لك نتشرف فيك في سرمدة دانا على وجبه غدا بمناسبه النصر والفوز. والف مبروك للشعب التركي وحظ اوفر لنا نحن الشعب السوري بهيك رؤساء بيوطوا الراس. يعني للاسف بدنا نتمنى نعيش هذا الشعور نحن كشعب سوري، ونعيش الديمقراطيه ونعيش الحريه، نتنفس الحريه، نقدر ننتخب الشخص المناسب ونحط الشخص المناسب بالمكان المناسب. ولكن للاسف ما كان قدامنا غير القمع والقصف والقتل، وهذا الشيء اللي كل العالم صار يعرفه. بالصدفه نحن هلا وقت اعلنوا الفوز للسيد اردوغان كنا موجودين، حياكم الله، وطلب منا انه ندعيه على وجبه غدا. تحياتي لكم والسلام عليكم، الف مبروك للشعب التركي، وعقبالنا نحن الشعب المعتر المستوي 12 عام من القصف، ما حد داير ورانا.